خير، جو سوي لا بيدوبسيكياتر تاعكم تاع الديمانش دكتور مزمار. قبل ما نتحدثوا اليوم على الموضوع تاع اليوم، حبيت نهضر على واحد الموضوع. لي بارون يعني سقساو بزاف اسئله على هذا الشيء، على لو سومي تاع الاطفال، على لو سومي تاع لي زادوليسون تاعنا. انا نعطيكم نصيحه انه لازم تكونوا فيرم، يعني لازم تكون عندكم لوتوريتي بارونتال تاعكم. الوغ سوا تهضروا معاهم، الاول شيء تهضروا معاهم ك كوم دي زادولت، تقولوا لهم بلي فوالا اتالو خلاص نحبسوا الانترنت، نحبسوا لي بورتابل، نحبسوا لورديناتور، نحبسوا لي جو. الا شفتوا بلي ما كاش تجاوب، ما احترموش هذاك لو كونطرا اللي درتوه معاكم، اللي درتوه معاهم، à ce moment-là, on enlève. J'enlève la tablette, j'enlève le micro, on nettoie l'internet, on les laisse, يعني بالسيف عليهم يرقدوا. Parce que كما قلنا ونزيد نقول لكم باللي النوم مهم جدا للنمو الطفل، للنمو المراهق تاعنا. دار دي ديغا هذا المشكل تاع النوم والمشكل تاع ليكرو في الموضوع القادم ان شاء الله نتحدثوا عليه. واليوم كما قلت لكم السمانه اللي فاتت نتحدثوا على لو ديبيستاج دو لوتيزم، يعني الكشف المبكر للتوحد، يعني الخطر اللي باش يكون وليدي متوحد. هذه الحصه تاع اليوم حنقدم لكم ارشادات، ما حاش نقدم لكم فحص، هكذا باش نتفاهموا من الاول. لازم هذه الارشادات اللي تقدر توجه الاولياء هكذا، ونساعد الاولياء باش يردوا بالهم يعني ويروحوا يفحصوا ولادهم. نعطيكم علامات انه تدل على ان وليدكم عنده مشكل، وهذا يعني هاد العلامات اللي حنقولها لكم ما يبينش ان وليدكم عنده هذا الاضطراب. خاطرش باش نروحوا حتى نروحوا للبيدياتر ولا النيوروبيدياتر ولا البيدوبسيكياتر، يفا اكسبلوري، يفا كونسولتي باش يقول لكم انه فعلا هذا الطفل عنده اضطراب ولا عنده مشاكل اخرى. الوغ لو ديبيستاج تاعنا يفا كومونسي ا بارتير دو 12 موا ا 18 موا، معناتها هذا الكشف المبكر نبداوه من 12 شهر الى 18 شهر. اون فا ديتيرميني لو ريسك، يعني نحددوا الخطر. يا هنا ريسك او ريسك اوتيستيك، ان ريسك مويان، ان فابل ريسك، معناتها عندنا خطر كبير في الاضطراب، خطر متوسط باش يكون عنده اضطراب، وخطر قليل باش يكون عنده اضطراب. راكو تسمعوني بلي قلت لكم خطر، ما قلت لكمش عنده اضطراب، عنده خطر باش يكون عنده الاضطراب. وهذا يمكننا انه سواء نديروا مراقبه للطفل، المراقبه لا سورفيونس دو لونفون، او بيان اون بريز اون شارج بريكوز، او بيان علاج مبكر. الوغ عندنا ثلاث ميادين، عندنا لي تروب دو كومونيكاسيون، اضطراب في الاتصال، تروب دو كومبورتمون، اضطراب في السلوك، تروب دو ريلاسيون سوسيال، اضطراب في العلاقات الاجتماعيه. هاد الثلاث ميادين المهمه. الوغ جو فو دون كالكو سيني كي فون اليرتي لي بارون، يعني نعطيكم بعض العلامات اللي تنبه الاولياء انه وليدي عنده مشكل. يعني نوجه نداء للاولياء، ما لازمش يكون عندكم هذاك لو ديني، هذاك يعني الرفض انه وليدي عنده خطأ، عنده مشكل. يعني نرفض وليدي مليح، وليدي ملبس به، وليدي دمه ثقيل. نو لازم يكون عندي لازم وعي، معليش عندي وليدي مشكل، نروح نشوف طبيب، نشوف طبيب، ولا عنده فريمون مشكل راح نعالجه. الا تقلقت اكثر من زياد، يعني اكثر من الحد، ما قلنا والو. ليسونسيال هاد العلامات اللي راح نقولها لكم لازم تنبهوا فيها وتنبهوا عليها. اولا نكون عندنا اوكان بابياج افون ان، يعني الطفل ما يلاغيش قبل عام، اوكان مو افون 18 موا، يعني ما عنده حتى كلمه قبل 18 شهر. لو بوينتاج اي نو بوينت با دو دوا، سيتادير ما يوريش بصبعو حاجه اللي يحبها، ولا كي يحب يديني البلاصه ما يوريش بصبعو ايضا، هذا تاني مشكل. ولا يديني بيدي، يجبد يدي باش يوري لي هذاك لوبجي. عندنا لي ستيريوتيبي جيستوييل، الحركات المتكرره، الحركات المتكرره بابيوناج، ولا يدير هكا، ولا يدير الحركات، ولا لو بالونسمون تاني
هذه إذا كان عندي الطفل عنده هذه العلامات نتقلق شوية. الوغ طوندونس الميابيليتي مثلا لي زوبجي يستفهم لي، يستف لي لي زوبجي، الحاجه اللي يلقاها يستفها، ولا يقعد يدور في الروضه، ولا يدير لي هاد لو جيست هذا، يبدا يدور ويبدا يشوف فيه بطريقه غير طريقه غريبه. عندنا الاطفال كيكونوا بزاف كال، ولا اطفال او كونترير ترو اكسيتي. عندنا مونك دانتيغي دو جو فير سامبلون، سيتادير يعني يلعب بالالعاب بطريقته الخاصه، ما يلعبش باللعبه كيما موجهه. باغ اكزومبل تروبي تي 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 عن عن، ما يديرش هذا الجيست وما يلعبش به، يقعد يدورها ويديرها يخسر فيها، ولا يدور يدور ويقعد يخزر يدير هكا، يدور ويخزر هكذا. هذه ثاني هذا الجوزيست ماشي مليح. مثلا التليفون كي نعطي زعما يكون عندنا تليفون هذوك تاع اللعب نورمالمون الو الو، ما يقولش ما يديش اللعب التخيلي، ولا كي نعطي له بوبيا نعطي لها الطفل البوبيا ما تلعبش بها كلعبه، سيتادير تعطي لها تاكل ولا تلبسها ولا تمشطلها، تلعب بها بطريقه تاعها الخاصه. الوغ وكان هاد كان اطفال تاني ما يسانتيريس با او زوتر انفون، كي يشوف مع قدامه اطفال ما يروحش ليهم، يعني يبريفير اتر سول، يحب يقعد وحده، يحب يقعد في شوكه، يحب يدير هذوك لي جيست المتكرره، ويحب يلعب بطريقته الخاصه. ولا في الدار يقول يقعد رايح جاي رايح جاي رايح جاي، هذه ثاني سي تان اوتر جيست. عندنا اوسي كي نهضر كي نعيط له كي نعيط له ما يدورش، نقول له باغ اكزومبل سامي سامي، ما يدورش، اون ديغي الطفل هذا ما يسمعش. نو كان زعما نقول له هاك يقعد يدور عندي، ولا نو كان زعما ندير له موسيقى يحبها، ولا فلاش بيبليسيتي اللي يحبو يجي يجري، ميم كي يكون من الغرفه اللي ملها يعني لا شومبر اللي كان دو كوتي يفا فينير كورير باسكو الا اونوندو هذيك لا ميوزيك تاع لا بيبليسيتي، ولا سمع لا شونسون تاع لو ديسانيمي اللي يحبو. الوغ كي نضحك معاه ما يرد عليش بالضحكه، ولا كاين اطفال تاني ما عندهمش لا ميميك ليموسيون، ما يبانوش كي يضحكوا، ما يبانوش كي يزعفوا، ما يبانوش كي يبكوا، شغل سي ان فيزاج ريجيد، سي ان فيزاج فخوا، ما عندوش الاحاسيس، ما عندوش لي زيموسيون. كاين تاني اطفال يقول لك الاولياء يقولوا كي كان في عمره 12 شهر كان يتكلم وكان يلعب مع الاطفال وكان نورمال، ومن بعد ابارتير دو 18 موا ولا ابارتير دو 15 موا بدا يفقد الكلام تاعو، وبدا يفقد لا سوسيابيليتي تاعو، بدا يفقد الاجتماعيه تاعو. دونك هنايا لازم نتقلقوا اولياءنا ونروحوا نطلبوا كونسلطاسيون عند النيوروبيدياتر ولا البيدياتر ولا البيدوبسيكياتر. D'accord. عندنا aussi c'est des enfants اللي ما عندهمش التقليد. الى ريماركيتو بلي الطفل كي يكون عنده 12 شهر يبدا يقلد، يجي يدير يقلد الحركات تاع الام، يقلد لي جيست تاع الام، يقدر يقلد لي مو تاع الام. داكور هنايا الطفل ما يقلدش، ما راحلوش كاع يتيك، ما يشوفش فيك، زعما كي نجي نهضر معاه ولا نلعب معاه ولا ما يخزرش فيك، ما الخزره هذيك ما تطولش ثانيه ولا ثانيتين، الخزره ثاني ولا كي نسي نخزر فيه يدور وجهه يلفي دو روغار، هذه ثاني ماشي مليحه. وكاين اطفال ثاني كي باغ اكزومبل ندير بالباتور يبدا يبوشي في ودنيه، ولا يسمع صوت ميم يعني صوت ماشي مزعج، ولا يبدا يبوشي ودنه ولا يدير هكا ولا يدير هكذا، هذه ثاني سجست ماشي مليح. يعني هذه اليقظه تاع الاولياء والمراقبه تاع الاولياء هي اللي تضمننا انه نراقبوا ونشوفوا سلوكات معينه. الوغ كاين اطفال ثاني عندهم دي تروبل دو لا مارش، يعني يمشي سور لا بوينت دي بيي،
ما يلعبش كوكو زعما نقولو تي هاي ليك، ما عندوش هذيك طفل عادي كي نقولو تي هاي ليك يبدا يضحك ويفاغي ياجير معايا وشي يلعب معايا. هاد الاطفال اللي عندهم خطر في الاضطراب ما يلعبش معايا وما يعنينيش كاع، ما مينيو كومبليتوم. الوغ باش نتفاهموا نعاود نقول لا ميم شوز، هاد الا كان عندكم طفل عنده بعض العلامات اللي راني قلتهم صافي با دير بلي عنده اضطراب داكوغ، ماشي باسكو عنده علامه كو عنده خطر في الاضطراب، فهمتوني؟ لو ديبيستاج خطر في الاضطراب، ما عنديش لو دووا جو ني با لو دووا دو دير عنده اضطراب داكوغ. الوغ يعني تقولوا لي الا كان عنده بعض العلامات اللي يعني خطر في اللي باش يكون عنده اضطراب واش ندير؟ الوغ اول شيء لازم يفو سورفي، لازم نرد بالي ونرد يعني نراقبه ونشوف هذا عنده سلوكات ولا عنده مشاكل في الاتصال ولا عنده مشاكل في العلاقات الاجتماعيه. اي جو نوت اي جو نوت ولا جو برون دي فيديو ثاني تساعد كثير لي بروفيسيونيل، تساعد كثير لو بيدوبسيكياتر ولا لو بيدياتر ولا لو نيوروبيدياتر. كاين ايضا نقدر جو بو رياجير ا سيغتان كومبورتمون، سيتادير نبدا نلعب معاه، نجبد زربيه ونلعب معاه، نجبد البالون نباسيها له يرجعها لي، ميم الا ما يعرفش يرجعها لي انا باسيتها له، نجبد يدي فوق في يدو ونسيي نرجعها له، نجبد تيت طروبيل هاوداها هكا من بعد ماشي يفو با لو فورسي، نجبد هكا تي 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 نجيب طونوبيل وحده اخرى نلعب بها او يشوف فيا. ميم الى نتوما في بالكم بلي ماهوش يخسر فيكم وفوزين يوم صحا ويشوف فيكم تي 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 تجبدوه بالعقل في لو مونطون تاعو تبدا تسميه سامي سامي سامي، ولا تحطو قدام المرايه ماما سامي نيفي عيني شعري يدي. دونك باش نخدم معاه نبدا نخدم معاه باغ اكزومبل نجبد لا فواتور او يلعب بها نغطيها بالمنشفه نديرها هاي ليك ونزيد جو في اكزاجيري في لي زيموسيون كيفاش يقولوا نزيد فيها شويه هاي ليك برافو باغ اكزومبل هادو زعما هذا جو في اونبيلي لي تروك ومن بعد نطيحها طاحت اي طاحت. هادي باش نعبر على لي زيموسيون، جو في اكزاجيري في لي زيموسيون باش نقدر نوصل له واش راني حابه ندير. مثلا نقدر تاني نلعب معاه نجيب باغ اكزومبل مغرفه وباطه ونغلي له دق الجرس دق الجرس هكا باش جو في اتيري سون اتونسيون. مثلا نجبد شمعه نغني له ونسيي ينسف عليها ولا لي بول دو صابون هذيك اللعبه تاع فقاعه الصابون يشوف هذيك الفقاعات نسيي نطرطقهم. كان بزاف لازم قلت لكم لازم تلعبوا معاه يفو اتيري سون اتونسيون فيغ فو حاجه يعني حاجه لي يحبهم نروح ليه ونقلب نسي نقلب لا فاصون لي يلعب بها الخاطئه ونصححها له افيك ديليكاتيس افيك كيفاش يقولوا لازم انتيليجونس لازم تكوني انتيليجونت ما لازمش تفورسيه تقولي له لا لا العب هذه نو بالعقل هو يدير هكا من بعد انا نجيب الطونوبيل واحد اخرى نلعب بها باش بالعقل نسيي نصحح له السلوكات اللي ماشي ملاح ولا نصحح له لا لا كومونيكاسيون تاعو كومونيكاسيون باغ اكزومبل لو بوينتاج il ne pointe pas du doigt او حاب يشرب الماء نروح فيغ الماء نروح نوجهه الى الماء وندير له هكا بصبعه بالعقل جو في بوينتي لو دوا ما ونقول له ما هكا بالعقل يتعلم يوري بصبعه ويتعلم انه هذاك ما بالعقل يولي يقول لكم ما. En attendant, comme on a dit, en attendant la consultation de le pédiatre ou le neuropédiatre ou le pédopsychiatre. D'accord ? يعني عندي تاني حاجة مهمة حبيت نقولها لكم انه الاطفال نورمالمون الطفل من 0 الى 3 سنوات انتردي دو لو ميتر
فاس ليكرو، معناتها ممنوع التلفزيون، ممنوع البورتابل، ممنوع لا طابلات، ممنوع توت ايكران اي تانتيردي دو 0 ا 3 زون. يعني الاولياء من فضلكم من فضلكم ما تحطوش ولادكم تاع 5 شهور 6 شهور عام قدام التلفزيون، هذا ما حيضروا بزاف. الى يعني جو فو دير سي با ليكرون، ماشي التلفزيون اللي ترجعوا متوحد ولا اللي ترجعوا عنده خطر في التوحد، لا بصح راح تضروا بزاف، راح تضروا في الاتصال، راح تضروا في اللونغاج، يكون عنده مشاكل اخرى مشاكل عديده. والمام الا كان عنده خطر قليل في التوحد باش يكون عنده توحد، رانا نزيد له في لو ريسك، راني جاغراف لا سيتواسيون، راني جو لا كومبليك ان تي بو اون لو ميتون فاس ا ليكرون. دونك من فضلكم سي تلعبي مع طفلك، سي تهضري معاه، تهضري معاه كأي طفل عادي كبير هكذا، وليدك زعما تاع 4 سنين تهضري معاه نورمال ها عادي، ويعني الطفل تاع 12 شهر ولا داكور. دونك ليكرون هذا باغ اكزومبل تقولوا لي انا دوكا ما نشوفش تلفزيون، ما قلنا لكش ما تشوفيش تلفزيون، شوفي تلفزيون على روحك، بصح باغ اكزومبل دوريه لعندك، ما تدوريش ليكرون، دوريه لعندك من داك هضري معاه، عطي له لعبه لعبي معاه، الا كان عنده خاوتو دخليه مع خاوتو لعبوا كيف كيف انتيا، زعما توجهي هذوك الاطفال، توجهي خاوتو كيفاش يلعبوا يلعبوا مع خاوتو مع اخوهم اللي عنده يعني علامه من علامات هذه المشاكل. الوغ نشكركم على حسن الاتباع، نقول لكم الاحد الجاي بون الا كان العيد نقول لكم صحة عيدكم، ان شاء الله يلقانا بالخير وان شاء الله بالهنا، وإلا يعني إلا كان الحد العيد الحد اللي جاي ان شاء الله نتكلموا على خطر ليكرون، خطر يعني لابو تاع ليكرون تاع لي جو هذه على المراهقين تاعنا، خاطرش يعني شفنا يعني عديد من الحالات اللي كانت يعني ولات يعني ماشي مليحه على جال هاد لي جو سوكسيسيف هذوك اللي بزاف، ولا لا تيليفزيون اللي بزاف، هذا ماشي مليح للعقل تاعنا والنمو العقلي تاعنا. نقول لكم فو بورتي لي بافيت، ردوا بالكم وتحترموا المسافات الامن. الى اللقاء.